تواصل دولة الكويت تقديم مساعداتها في شتى بقاع العالم، حيث قامت حملة الكويت إلى جانبكم بتدشين مشروع كبير للمياه في صنعاء لمد يد العون للشعب اليمني الذي تزداد معاناته يوما بعد يوم جراء الصراع الدائري في اليمن. أحد أكثر المجالات الإنسانية احتياجا هو قطاع المياه، وخصوصا في العاصمة اليمنية صنعاء، ما استدعى تدخل دولة الكويت بشكل عاجل لترميم وإصلاح القطاع المائي من خلال تدشين العمل بمد أنابيب للمواطنين وتوفير المضخات اللازمة ضمن حملة الكويت إلى جانبكم، والتي انطلقت قبل عامين بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني لمد يد العون والتخفيف من شدة الاحتياجات الأساسية لديهم بتكلفة بلغت 20 مليون ريال. يأتي تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، وتكلفة هذا المشروع تقدر ب 78 ألف دولار، وهو أيضا يأتي ضمن تدخلات حملة الكويت إلى جانبكم في قطاع المياه، حيث سبق لحملة الكويت إلى جانبكم بتنفيذ مشروع سابق في مجال المياه. عطاء كبير ودعم لا محدود تقدمه دولة الكويت ممثلة بالهيئة الكويتية للإغاثة لمساندة الشعب اليمني، وخصوصا في ظل ما يفتك به من أزمات. فتدشين مشروع المياه في صنعاء لم يكن هو فقط ذاك الذي تقدمه دولة الكويت، بل قدمت مشاريع كبرى في التعليم والغذاء والصحة، كان آخرها إرسال قافلات محملة بأدوية الكوليرا التي ضربت اليمن. توريد وتركيب وحدة ضخ للمياه مع ملحقاتها وبناء غرفة لمحطة الضخ الكائن في منطقة عسر، وتم ربط خط الإساءة المد في الخزانين الرئيسيين بالمضخة الطاردة، وضخ المياه للأحياء المجاورة والحارات الكائنة في مديرية معين. تصل تكلفة هذا المشروع إلى 78 ألف دولار. تم الاستفادة من عدد المستفيدين من هذا المشروع ما يقارب عن 250 ألف نسمة. يبقى دور دولة الكويت هو الأبرز إنسانيا، فما إن تذكر هنا اسم دولة الكويت كراعية لإحدى المشاريع حتى يقابلك الشعب اليمني بابتسامة عريضة بحبة، فاسمها ظل مقرون بإنجازات كبرى في كل القطاعات. في كل مرة تقوم فيها دولة الكويت بالتدخل العاجل في قطاع من القطاعات، تثبت أن العطاء والسخاء أمر لا يكتسب بل هو أصل ثابت، والذي تجسد اليوم بتدشين أحد أبرز المشاريع في صنعاء وهو مشروع المياه. مروان نبيل لتلفزيون دولة الكويت، عدن.